السلام عليكم. نعم، رجعنا الى التوب 5 لعبة ديستني. كيف تعرفوني يا جماعة؟ الترتيب عشوائي، يعتمد على التصويت. رابط التصويت والجوائز موجودين تحت الديسكريبشن. بالنسبة للجماعة اللي فازوا معنا في المقطع الماضي في التوب 10، اتمنى يراجعوني حسابي الخاص في التويتر. ثالث شيء واهم شيء بالنسبة لي، اخوكم ايمزكس انزرفت قناته، خسر 4061 مشترك، فتح قناة جديدة، الرابط موجود تحت الديسكريبشن. فتح قناة جديدة، اتمنى لكل شخص يسمع هذا المقطع ولكل شخص يهتم لكوميونتي ديستني انه يسير ويشترك في قناته. يمكن بعضكم ساحب، يمكن بعضكم يقول انا برجع لديستني 2 او دي ال سي جديد او التحديث الجديد. شو ما كان، الرجال بعده يغطي لعبه ديستني وما قصر صراحه معانا في مقاطع ديستني. فاشترك في قناته، ويوم ترجع بتلاقي الرجال اوريدي منزل اخبار وتحديثات ومعلومات جدا مهمه. اتمنى لكل شخص يسمع هذا المقطع، لكل شخص يهتم لكوميونتي ديستني، اتمنى انكم ما تقصروا معه، لانه لحد الحين في الوقت الحالي يغطي عن لعبة ديستني. من معنا في المقطع رقم 5، معنا كروز 77 KSA. طبعا رجال مدرعم، قلب بالجولدن جن شخصية الهنتر. يلا رونا شغلك يا الهنتر. واحد اثنين ثلاثة، خذ الهافي. يلا هذا الرابع رونا. وين الخامس؟ وين الخامس؟ الخامس هذا اللي بعده. السادس، السابع، الثامن، ثمانية بس. دخل عليه وورلك بالشتجن، وقف التجميعة. اللي بعده من معانا؟ معانا لورد إجرام، بداية الجيم درعم، فر القرنيد مع السموك. خلنا نشوف كم واحد يمكن يقدر يشل. شل 5 بالقرنيد. صراحة أول مرة أشوف هنتر بالسب كلاس الفويد يشل 5 بقرنيد. صراحة مرة شغل كبير. الرقم 3 من معانا؟ معانا كرومو. طبعا دخل بالسوبر شل 3. القضية مو بهني في السوبر، القضية مو بهني، القضية انه كيف يشرد ومعه لافي. اوكي كمل الحين لف على الرسبون، دخل داخل تحته وورلك، كمل سيده. خل نشوف وش يسوي بالضبط بالهافي. طبعا الرجال معاه كم؟ معاه اعتقد 3 او 4 طلقات. المهم خل نشوف وش يسوي بالضبط. اللي قدامه اول واحد، واحد اللي بعده، ثلاثة اللي بعده، واحد. النتيجة شال 5 بالروكت لانشر، 3 بالسوبر، محصل الكاملة 8 أشخاص. طبعا هني عندك ريد آي، ما بعلق على المقطع صراحة، الرجال مبدع صاحب هذا المقطع ريد آي. المقطع اللي بعده لشخص اسمه ميمو. الأشخاص من جد من جد مبدعين في اللعب من جد. يعني هذا الشخصية أول مرة أشوف شخص يمسك رسبون. الشخص اللي بعده ميمو، يعني بالغصب يبي يفوز في ترايلف أوسايرس. أخلكم يا المقاطع، السلام عليكم. Like you, I could end war. Double kill. Three opponents down. Heavy ammo on the way. Keep it up, Guardian. Enemy is making a comeback. Just 10 seconds to go. Ah!
Enemy team eliminated.